إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصور عمارة دلوقتي شقة الدور الثاني. الشارع زي ما احنا شايفين، والشارع ده كده البحر، البوابة دي بتاعت البحر اهي. شقة الدور الثاني دخل فندقي، شقة مرخصة. دي العمارة اهي اللي احنا داخلينها زي ما انتم شايفين. ده الشارع بتاعنا اهو كده، الشقة شايفة البحر، شقة بالتقسيط كمان على سنتين. دي العمارة اهي، العمارة اهي زي ما احنا شايفين. ومدخل حلو، مدخل نظيف. مدخل العمارة وفي اسانسير كمان. الشارع بتاعنا اهو، الشارع ده هو ده هو، يا دوبك خطوة للبحر، خطوة بالظبط، اقل من دقيقة ماشي للبحر. ودي العمارة اهي، الشقة الدور التاني. ده مدخل العمارة كده زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله. يعني العمارة مرخصة كمان وفيها عدادات. ادي المدخل والاسانسير، الاسانسير شغال طبعا. في عدادات هنا كمان اهي، عدادات العمارة كلها. وانتوا الاسانسير دلوقتي اهوت زي ما احنا شايفين، والسلم كله رخام كده. هنطلع نصور الشقة فوق ان شاء الله. نطلع اسانسير، طلعنا اسانسير دلوقتي. ده مدخل باب الشقة، الشقة 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. 3 غرف منفصلين تماما، والحمام والمطبخ هنا والريسبشن زي ما احنا شايفين. تشطيب الترا سوبر لوكس. الصوفة كلها جيبسون بورد. البلكونة بتاعتنا، ادي الريسبشن كله، الريسبشن قطعتين مستريح. الشقة طبعا شايفة البحر، شايف البحر على طول. يعني الشقة دي بالقسط يا جماعة، الشقة دي قسط، الشقة دي قسط على سنتين زي ما احنا شايفين كده اهو. الشقة غير مجروحة تماما يعني. ده الريسبشن، الشقة تقريبا 120 متر او 110 متر بالظبط صافي يعني. ده الريسبشن كده اهو. الشقة كاملة عدادات ومرخصة وقسط على سنتين. ده الريسبشن، خش نتفرج على الـ3 غرف. وفي اسانسير طبعا زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. وادي الدور اهو بتاعنا، وده الاسانسير ومدخل باب الشقة بالظبط. مطبخ كبير، مطبخ ما شاء الله قوي كبير. مطبخ يعني كويس جدا يعني، يشيل كل الأجهزة. ادي اول غرفة، تشطيب كويس. أول غرفة
المطلات بتاعتهم كلهم على الشارع، مفيش حاجه منور اصلا. ده شارع صغير، ممر كبير، مفيش ولا غرفة على المنور أصلا. دي أول غرفة كده، والحمام في وشنا أهو، في بانيو. يبقى دي أول غرفة شفناها، وادي الغرفة التانية، دي الغرفة الرئيسية تقريبا، غرفة كبيرة تشيل أوضة نوم مستريح جدا، دي الغرفة الرئيسية. طبعا برضو على شارع مش على منور، مفيش حاجة على منور خالص، يعني يعتبر شارع كبير مش صغير، شارع يعتبر كبير، الشارع كلها منورة. دي الغرفة التانية، كمساحة يعني كويسة جدا، الأوضة دي كبيرة، أكبر أوضة، أكبر غرفة دي. الغرفة التالتة تقريبا دي على شارع صغير برضه، يا منور، تشطيب كله ألترا سوبر لوكس. دي الغرفة اللي على المنور بقى، منور كبير. دي غرفة على منور كبير. يبقى كده احنا في اخر الشقة بالظبط، دي الغرفة اللي في الاخر، نعتبر دي غرفة رقم واحد، كملت عدادات الشقة على فكرة، ومرخصة وتقسيط سنتين. غرفة رقم واحد، غرفة رقم اتنين، غرفة رقم تلاتة. وادي الحمام اهو، وادي المطبخ، وادي مدخل باب الشقة، باب مصفح متركب، وادي الطرقة اللي قدام باب الشقة، وفي اسانسير قدامنا، وادي الريسبشن. الشقة تقسيط سنتين ومرخصة وكاملة عدادات. وادي الفيو بتاعنا، الشقة الدور التاني، وفي كمان نماذج تانية في العمارة، في كذا نموذج، في نموذج اتنين ورسبشن، وفي تلاتة ورسبشن، دي تلاتة ورسبشن. تمام.